السلام عليكم السادة العلماء الأفاضل، السادة الوزراء والمحافظين والمفكرين والحضور الكريم. من خلال تواجدي في دار الإفتاء لإعداد حلقات أسبوعية مع فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، انتهيت إلى أن هذه الدار تؤسس لما أسميه فقه المحبة، وفقه المحبة هو المواجه لفقه الكراهية. أنفقت الجامعات والفرق قرونا وعقودا على تأسيس فقه الكراهية، لدرجة أينما تولوا وجوهكم ستجدون فقه الكراهية موزع في كل الأركان وفي كل الاتجاهات. ما تقوم به دار الإفتاء حقيقة هو تأسيس لفقه المحبة، وفقه المحبة موجود، ولكن لا بد من الجهد والتعب والشقاء والدراسة الحقيقية لاستجلاء هذا الفقه وتجليته ونشره بين الناس. لن نواجه هذا الفقه الكريه أو فقه الكراهية إلا بفقه المحبة. والحمد لله أن حبانا في هذا الوطن أزهر شريف، دار إفتاء مقدرة مكرمة، وزارة أوقاف مواجهة، وعلماء أفاضل، يعني كل الوجوه اللي موجودة تقوم بواجبها. كل هذه الروافد تصب في نهر المحبة، ونهر المحبة ما يجمعنا وأخوتنا في الوطن، وعنوانهم المحبة، ونحن أيضا عنواننا المحبة. وبالتالي المحبة هو ما نريده، والمحبة إذا تأسست حقيقة وإذا وضعت بنيتها الأساسية كما أرى الآن، إن شاء الله سوف نجني ثمارا يانعة في هذا الوطن الطيب، وننعم بظلال شجره الظليل إن شاء الله. نهر النيل نهر المحبة، وأرجو أن نكون دائما وأبدا عند هذا الوفاء لهذا النهر الخالد الذي يحمل المحبة دائما. كل الشكر لكم، وكل الشكر للدكتور شوقي علام، العلامة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الذي جمعنا على المحبة ودائما يجمعنا على المحبة. وبشكركم ان انتم اتحتوا لي هذه الفرصة ان اكون ختام هذه الجلسة وهذا المؤتمر الكبير.